في 15 من أغسطس من العام 1977 وردت إشارة غريبة من كوكبة القوس عبر التلسكوب اللاسلكي بيج إير. هذه الإشارة التي عرفت باسم إشارة الواو كانت أعلى بثلاثين مرة مقارنة بالإشارات المعتادة، وكانت مدتها 72 ثانية. جاء اسمها من رسالة كتبها في ذلك الوقت الشخص الذي اكتشفها، وهو جيري إيهمان، مساعد في مشروع موضوعه البحث عن مخلوقات ذكية خارج الأرض أطلقته وكالة الناسا في العام 60. من بين جميع الإشارات الغريبة التي وردت حتى الآن، إشارة الواو هي الوحيدة التي يرجح بأن تكون مرسلة من مخلوقات ذكية خارج كوكب الأرض، على الرغم من أن مصدرها غير مؤكد حتى هذا اليوم. في هذا الكون الشاسع الذي يبلغ عمره 14 مليار عام والذي يحتوي على 500 مليار مجرة، يعتقد العلم بوجود مخلوقات ذكية خارج الأرض أو بأنها كانت موجودة. في مساحة شاسعة كهذه يبدو لنا أنه ينبغي أن تكون هذه المساحة مليئة بالحياة. بهذا الاقتناع بدأ الإنسان البحث عنها ولا يزال بلا انقطاع. تتعقب تلسكوبات لاسلكية ذات تكنولوجيا عالية السماء ليلا ونهارا وعاما بعد عام، بحثا عن أي علامة تدل على وجود حياة لمخلوقات ذكية خارج الأرض. مع ذلك في العام 2009 تغير كل شيء. في ذلك العام أطلقت وكالة ناسا القمر الصناعي كابلر في الفضاء، وبفضله تم العثور على آلاف الكواكب الشبيهة بالأرض التي قد تكون الظروف الضرورية للحياة متوفرة فيها. هذا يعني بدون شك ثورة كلية في البحث عن مخلوقات ذكية خارج الأرض. ونظرا للتطورات الهامة في الفيزياء الفلكية، يعتقد بعض العلماء أن هناك فرصة لإيجاد مخلوقات ذكية خارج الأرض في العقود المقبلة. أعلن عالم الفلك ومدير مشروع البحث عن مخلوقات ذكية خارج الأرض سيث شوستاك أمام لجنة العلوم في الكونغرس الأمريكي أنه خلال عقدين من الزمن سيوفر أدلة على وجودها. أعتقد أن احتمالات إيجادها جيدة، وإذا حصل ذلك فسيكون في 20 عاما المقبلة، والأمر يعتمد على التمويل. يمكن أن يكون الاتصال الأول بها قريبا. السؤال هو، هل فعلا نريدها أن تعثر علينا؟ كيف ستكون أنماط حياتها؟ ماذا ستكون أهدافها؟ هل من أحد هناك؟ قال ألبرت أينشتاين، مع وجود ملايين مليارات الكواكب الشبيهة بالأرض فإن الحياة في أماكن أخرى من الكون موجودة، وبدون شك في هذا الكون الشاسع لسنا وحدنا. قبل 4 مليارات و500 مليون سنة تشكل كوكب الأرض، كوكبنا في هذا الكون الواسع. استغرق الأمر 14 مليار عام منذ ولادة الكون حتى ظهور البشر، أي أنهم خلقوا قبل 6 ملايين سنة فقط. لكي يعطينا فكرة عن الوقت الذي مر قبل ظهورنا على الأرض، قدم كارل ساغان مقارنة زمنية أظهر خلالها إن كان عمر الكون سنة واحدة فإن الانفجار الكبير يكون قد وقع في 1 يناير، في 8 سبتمبر تكونت الشمس، وفي 11 سبتمبر تشكلت الأرض، وخلقنا نحن في آخر يوم من العام في 31 ديسمبر عند الساعة 11:39. كم من الأحداث وقعت في أماكن أخرى خلال هذه الفترة؟ اليوم عندما نلقي نظرة على ما نعرفه عن الكون
وما نعرفه عن أصول الحياة على هذا الكوكب، فذلك يجعلنا نفكر بأن الأشياء نفسها التي حصلت هنا ربما حصلت في مكان آخر أيضا. لذا الحياة خارج هذا الكوكب ممكنة جدا وفق العلوم التي نعرفها. إن القواعد العضوية الأساسية للعيش على الأرض وكذلك العوامل الضرورية للحياة خارج عالمنا، والأماكن التي يمكن العيش فيها موجودة خارج عالمنا. السؤال الأهم هو: هل تجتمع معا وتشكل تكوينا جديدا؟ إذا أخذنا مكانا صغيرا في هذا الكون الواسع، درب التبانة، المجرة التي نعيش فيها، نجد فيها حوالي 100 مليار نجمة، ومن بينها الشمس، أي أنها في المجموع تشكل حوالي 100 ألف سنة ضوئية في القطر. ربما يوجد 100 مليار كوكب في مجرة درب التبانة يمكن العيش فيها، أي الكواكب التي يمكن للحياة الدنيوية أن تستمر عليها. فكم من هذه الكواكب لها حياتها الخاصة؟ هنا من هذه الجهة من درب التبانة نتساءل نحن شعوب الحضارة الذكية إن كنا وحدنا في هذا الكون الشاسع. هناك الكثير من العقارات ومساحات شاسعة للعيش في الفضاء. نحن نرى الكواكب على أنها فنادق، وجميعها معا تشكل مكانا واحدا. هناك تريليون كوكب، أي ملايين وملايين الكواكب في مجرة واحدة. إن كانت لا توجد حياة على أي منها، فإن الأرض تشكل معجزة. ولكن أؤكد لكم بأن العلماء لا يؤمنون بالمعجزات. عندما نفكر بشساعة الكون، سيكون عدم وجود حياة أخرى على الكواكب الأخرى أمرا لا يصدق. هناك مئات مليارات النجوم في مجرتنا وحدها، وهناك ملايين المجرات في الكون. وبما أن الحياة موجودة في هذه النسبة الضئيلة من تلك الكواكب، فإن الحياة يجب أن تكون سائدة في جميع أنحاء الكون. لهذا السبب بدأ البشر بحماسهم للمعرفة والاستكشاف بالبحث عن المخلوقات الذكية، على أمل أن يعثروا عليها أو تعثر عليهم عاجلا أو آجلا. Eutnis proteste chairete Eirenikos prosphilos elelithamen philoi. Paz e felicidade a todos. تحياتنا للأصدقاء في النجوم، يا ليت يجمعنا الزمان. Polor anons borg ketnvin yezerki mikamazutyunneren antin poghchuner. Prithvi upar vasnar ek manav taraf thi brahmand na anya avkash ma vasnarao ne hardik abhinandan. Aa sandesho moye valto sandesho moklavsho. يمكن إجراء هذا البحث بطريقتين: بتتبع الإشارات التي قد تأتي من حضارة الكائنات التي تعيش خارج الأرض، أو بإرسال رسائل في الفضاء قد يتلقاها أحد كائنات تلك الحضارة. معهد السيتي الذي يطلق عليه أحيانا اسم الميتي، أي معهد مراسلة المخلوقات خارج الأرض، يعكس الأدوار. فبدلا من انتظار تلقي إشارة من الحضارة الأخرى، نقوم نحن بإرسال إشارات قوية مقصودة نحو النجوم القريبة. عام 77، ولهذه الغاية أطلقت الرسالة الأكثر تفصيلا وشمولا، وهي أصوات الأرض في الفضاء. رسالة تمهيدية متحركة تتضمن كل ما يعتبر البشر أن الكائنات الفضائية يجب أن تعرفه عن جنسنا البشري. أدرجت على أسطوانة ذهبية جانبي المسبار الفضائي فوياجر، وأطلقت في العام نفسه الذي أطلق فيه الكيب كانافيرال. إنها أسطوانة ذهبية، على أحد جوانبها موسيقى مشفرة من جميع أنحاء العالم، وتحيات ب55 لغة، وتسجيل صوتي من 12 دقيقة يصف تطور الحياة على الأرض. وعلى الجانب الآخر كانت هناك أكثر من 100 صورة تصف بعض مبادئ الرياضيات الأساسية وتنوع الحياة والثقافات على الأرض.
اختير محتوى التسجيل بعناية من قبل الناسا ولجنة يترأسها عالم الفلك والمؤلف كارل ساغان. كان المقطع الصوتي يتضمن تحية باللغة الإنجليزية من الأمين العام للأمم المتحدة ورسائل قصيرة ترحيبية ب 55 لغة تتمنى السلام لجميع أشكال الحياة. لم تكن هذه الرسالة الوحيدة التي أرسلت. كانت هناك أيضا بعض المراسلات المرموزة إلى العوالم الأخرى. أشهر مراسلة إلى حضارة أخرى كانت في العام 1974 من أقوى تلسكوب لاسلكي حول العالم في أريسيبو في بورتوريكو. كانت رسالة بسيطة جدا، استغرق إرسالها 3 دقائق، وكانت تتضمن لمحة عن الرياضيات وعن علوم الحياة في الأرض. مع ذلك لا يقوم البحث عن حياة خارج الأرض على إرسال الرسائل على أمل الحصول على رد ذات يوم، وإنما على التطور في البحث عن إشارات قد تدل على وجود حياة في مكان آخر. البحث عن كائنات خارج الأرض استكشاف علمي بدأ فعليا في وكالة الناسا في قسم علم الحياة. كان الناس مهتمين بمسألة الحياة خارج كوكب الأرض، وهذا البرنامج الذي وضعته الناسا بدأ فعليا في العام 1992، وكان يطلق عليه اسم مسح الموجات الصغيرة عالية الجودة. في العام 1993 توقف سيناتور براين من ولاية نيفادا عن تمويل الناسا من أجل برنامج البحث عن كائنات خارج الأرض في هذه المرحلة، ونظرا لأننا كنا أنشأنا مؤسسة لا تهدف إلى الربح باسم البحث عن كائنات خارج الأرض لمساعدة الناسا في الحصول على التمويل كما فعلنا مع البرنامج السابق. قلنا في العام 93 بما أننا مؤسسة غير ربحية علينا فقط أن نذهب لجمع الأموال شخصيا. في الوقت الحاضر أصبح معهد الستي المؤسسة الرئيسة في العالم المكرسة للبحث عن كائنات خارج الأرض. إنه مشروع يسمى ستي أو البحث عن كائنات خارج كوكب الأرض. يستند هذا البحث على استخدام التلسكوبات اللاسلكية، وبما أنه لا يمكننا الذهاب إلى الفضاء على متن المركبات الفضائية للعثور على كائنات أخرى، فإننا نتطلع للحصول على إشارات لاسلكية. ما نبحث عنه هي إشارة في بقعة معينة على جهاز الراديو اللاسلكي، تماما كالاستماع إلى الراديو في السيارة وتحريك القرص، وفي نقطة معينة نسمع صوتا معينا بعد الصمت فنكون قد وجدنا المحطة. هذه هي الإشارة التي ينتجها جهاز الإرسال في مكان ما، وهي لا تكون صامتة ولا تشبه النجم الزائف أو النجم المشع أو المجرات أو الغازات الساخنة أو الباردة. تصدر كل هذه الأشياء في الفضاء ضجيجا كضجيج الراديو، ولكن الأمر كله يعود للقرص. لذلك نحن نبحث عن إشارات على نقطة معينة من القرص، وبالتأكيد يجب أن يكون مصدر الإشارة مفتوحا في السماء. هذا النوع من المعايير الذي نستخدمه لكي نسمع أنهم موجودون وأنهم في الهواء. بدأ أحد أكبر مشاريع الساتي في العام 2007، وهو نظام تلسكوبات آلين الذي يسعى إلى وضع 350 هوائيا لتلقي الرسائل المحتمل ورودها من الفضاء. قمنا بتصميمه ثم ذهبنا إلى بول آلين وحصلنا منه على التمويل. كان كريما في تمويل المرحلة الأولى من بناء ما يعرف بنظام تلسكوبات آلين الموجود في ولاية كاليفورنيا الشمالية. يتألف النظام من 42 تلسكوبا، ونأمل أن يصل إلى 350. سيصبح مشروع آلين أقوى أداة للبحث عن إشارات من الحضارات الأخرى في مجرتنا. منذ إطلاقه وبعد أشهر قليلة على تشغيله، استطاع تحليل المساحة نفسها في الكون في 25 سنة الأخيرة لوجود الساتي. وظهرت مشاريع مبتكرة أكثر شهرة من الساتي، وهي ساتي أت هوم، أي ساتي في المنزل. بدأت في العام 1999 من خلال علماء الفلك في جامعة كاليفورنيا في بيركلي، وكانت تستخدم جيشاً يتألف من ملايين مستخدمي الإنترنت الهواة. من المنزل أي شخص يمكنه أن يشارك في الملاحقة،
تحلل شاشات التوقف البيانات الآتية من التلسكوب اللاسلكي في إيريسيبو في بورتوريكو. شارك أكثر من 5 ملايين شخص من جميع أنحاء العالم في معالجة المعلومات التي يرصدها التلسكوب إيريسيبو. تطور مشروع ساتي في المنزل بسرعة حتى أصبح الأكبر من نوعه. خط كل من نظام تلسكوب ألين وساتي في المنزل خطوة عملاقة إلى الأمام في البحث عن كائنات خارج الأرض، ما يمنح أملاً في اكتشافات أخرى في المستقبل القريب. لكن وبدون شك مهمة كابلر التي ترتكز على البحث عن كواكب يمكن العيش فيها هي التي أحدثت ثورة جذرية وكانت الدافع في البحث عن كائنات خارج الأرض. بدأ ذلك مع وكالة ناسا عام 2009، ووضعت الشمس في المدار بحثاً عن كواكب مشابهة للأرض تتمتع بالطاقة الشمسية التي تسمح بالعيش. يشكل كابلر التلسكوب الفضائي الذي أطلق قبل 5 سنوات جهازاً من أجهزة تعقب الكواكب. تمكن كابلر من إيجاد آلاف الكواكب أو الأجسام المرشحة لتكون كواكب. إنه جهاز للعثور على الكواكب. تمكنت المركبة الفضائية كابلر من تغيير قواعد لعبة البحث عن كائنات أخرى. يمكن لكابلر حاليا أن تخبرنا أي النجوم توجد حولها كواكب وأي من هذه الكواكب يشبه الأرض. هذا يعني أننا نعرف الآن أين يجب أن نوجه تلسكوباتنا للبحث عن توأم الأرض. في العام 2013 ولأول مرة زودت كابلر العلماء بإحصاء عن مجرة درب التبانة. تمكننا من حساب كم نجمة في مجرة درب التبانة يمكنها أن تحتوي على كوكب مثل كوكبنا، وكانت النتيجة بالمليارات. كان أحد أكبر الانتصارات في علم الفلك في العقدين الأخيرين إظهار أن معظم النجوم تضم كواكب، وأن هناك كواكب في كل مكان، وأن عدد الكواكب أكبر من عدد النجوم. وفقاً للبيانات قد نتمكن من إيجاد الملايين من الكواكب الصالحة للعيش في مجرتنا في المستقبل القريب. ما تمكنت كابلر من إظهاره هو أن واحدة من كل 5 نجوم قد تحتوي على كوكب يمكن أن يكون فيه محيط وغلاف جوي، بعبارة أخرى مكان يمكن أن نبني فيه لأنفسنا بيوتاً. وعندما نقول واحدة من 5 نجوم فهذا يعني أن هناك عشرات آلاف ملايين الكواكب المشابهة للأرض في مجرتنا، وهذا طبعا يعني الكثير من العقارات. هذه البيانات حاسمة في الرد على سؤال ما إذا كنا وحدنا في هذا الكون، وفي مساعدتنا على حل بعض الأشياء المجهولة في واحدة من المعادلات الأكثر شهرة في الفيزياء الفلكية، وهي معادلة دراك المهمة. معادلة دراك هي وسيلة لتجميع جميع القضايا المركزية من أجل تحديد كم حضارة في مجرتنا تحاول الاتصال بنا. تبحث معادلة دراك في 7 عوامل مستقلة، وتحاول أيضا وضع عدد لكل منها. عندما تتضاعف هذه الأعداد نحصل على الرقم الذي نسميه N، أي عدد الحضارات المحتمل وجودها في درب التبانة. حرف الآر مع نجمة يمثل المعدل الذي ولدت فيه النجوم في مجرة درب التبانة على مدى مليارات السنين، إذن هو عدد النجوم في السنة. عمر مجرتنا 10 مليارات السنين، ومنذ البداية كانت النجوم تتشكل بمعدلات مختلفة. جميع أحرف الأف تدل على الكسور، جميعها قد تساوي واحداً أو أقل. حرف الأف مع حرف البي يمثل كسور النجوم التي تضم كواكب. حرف الأن مع الإي هو متوسط عدد الكواكب الصالحة للسكن في أي نظام كوكبي. حرف الأف مع الأل يشكل كسور الكواكب التي توجد عليها حياة الآن، وحرف الأف مع الآي يشكل كسور جميع أنماط الحياة. حرف الأف مع السي هو كسور حياة هذه الكائنات التي تتمتع بحضارة تفكر في استخدام نوع من تكنولوجيا الإرسال. وأخيرا حرف الأل هو عامل طول العمر، أي كم عاما سيستمر هؤلاء المرسلون بالعمل. لعل هذا المصطلح هو الأكثر إرباكا في معادلة دراك. عندما ننظر إلى المستقبل نتساءل، هل سنعيش حضارة يافعة في التكنولوجيا؟ هل سنتمكن من الاستمرار حتى نحصل على اتصال؟ ولكن هذا مجهول. تضم معادلة دراك سلسلة من المصطلحات التي لا نعرف قيمتها بعد.
إنه مجرد إطار رائع من خلاله يمكننا أن ننظم ما لا نعرفه، لأنه لا يمكننا حل هذه المعادلة ولا توجد أي إجابة صحيحة لهذه المعادلة حتى الآن. عندما ندخل في المصطلحات البيولوجية والثقافية لمعادلة دريك نغوص أكثر في مجالات غير مؤكدة بعد. لكن خلال السنوات القليلة الماضية شاهدنا كيف نشأت الكواكب الخارجية أمام أعيننا، وذلك بفضل القمر الاصطناعي الفضائي كابلر. عندما كتب فرانك دريك معادلة دريك أول مرة في العام 1961 وضع تقديراته الشخصية لكل من هذه العوامل، وتوصل إلى رقم بحسب تقديراته هو 10,000. إذن في مجرة درب التبانة التي تحتوي على مئات مليارات النجوم يقدر وجود 10,000 نجمة ذات حضارة تكنولوجية. ما نعرفه الآن كنا نجهله عام 61، وقد أصبحنا الآن نعرف أكثر من واحدة أو اثنتين من هذه المصطلحات، وهي متوافقة مع التقديرات الإيجابية قبل 50 أو 60 عاما. هناك تقديرات أخرى سلبية جدا، وهي وجود كوكب واحد وهو الذي نعيش عليه. توقع كارل ساغان رقما أكثر تفاؤلا هو ربما مليون. نعتقد أن كل من حرف الآر مع نجمة وحرف الآن مع إي يساويان رقما قريبا من 10 أكثر مما هو قريب من واحد، وجميع العوامل ذات الحرف F أقل من واحد. قد يكون بعضها أقل بكثير من واحد، لكن بين كل هذه المجهولات العامل الأهم الذي نجهله هو حرف الأل. لذا ربما صيغة الأفضل لمعادلة دريك تدل ببساطة على أن حرف الأن يساوي تقريبا حرف الأل. المعلومات الواردة في هذه المعادلة واضحة جدا، إن كان الأل كبيرا فسيكون الأن صغيرا. هذه التقديرات تنحصر فقط على مجرتنا، ولكننا لم نحسب التقديرات لمجرتنا فقط وإنما للكون المرئي كذلك، وتعزز هذه الحقيقة فرص وجود كائنات خارج كوكب الأرض. تمكن التلسكوب الفضائي هابل من إعطائنا حسابا تقريبيا للعدد الإجمالي للمجرات في الكون المرئي وهو 100 مليار، وهكذا يمكننا حساب عدد الكواكب المشابهة لكوكب الأرض في الكون المرئي، فنحصل على تريليون كوكب شبيه بالأرض. عمر الكون 14 مليار عام، إذن كان هناك ما يكفي من الوقت لتنشأ الإمبراطوريات الذكية وربما لتنهار. ستكون معجزة إن لم تتواجد أي حضارة متقدمة في أي مكان من قبل، إنها مجرد مسألة وقت وسنتمكن من إيجادها. تطورت تكنولوجيا التلسكوبات اللاسلكية، ويعتقد بعض العلماء أنه سيتم العثور على أول دليل في العقود القادمة. حتى الآن نظرنا إلى أكثر من 10,000 نجمة بدقة عالية بنظام تلسكوب آلن. في العقدين المقبلين ستكون هناك ملايين النجوم، ومع الوقت سنتمكن من النظر إلى مليون نجمة، وهو رقم معقول للبحث عن كائنات حية إن كانت فعلا موجودة. في الواقع قال أشخاص مثل كريغ فينتر ودانيال كوهن إن القرن العشرين كان قرن الفيزياء، وإن القرن 21 سيكون قرن البيولوجيا. لكن زملائي والعلماء الفلكيين الشباب يقولون أجل، هذا قرن علم الأحياء على الأرض وما وراءها. هذا القرن الجاري أي القرن 21 يمكن أن يزودنا بأدلة عن الحياة خارج الأرض وعن الكيمياء الحيوية التي تختلف عن تلك التي نعرفها. إن فرصة الاكتشاف الوشيك تجلب معها تساؤلات مثيرة للجدل. كيف سيكون الاتصال الأول؟ ماذا سيقول البشر لنوع آخر من الكائنات؟ ما الرسالة التمهيدية التي قد نؤلفها عن البشر الذين يعيشون في إحدى زوايا هذا الكون وقد تطوروا بما يكفي لكي يتساءلوا عما إذا كانت هناك كائنات أخرى من الخارج ولكي يبحثوا عنها؟
يجب أن تكون هناك عملية مدروسة للتفكير في الطريقة التي نريد أن نقدم بها أنفسنا للعوالم الأخرى. هذه هي المحادثة الديناميكية الحاصلة الآن في المجتمع العلمي. هل يجب أن نتراسل؟ إذا فعلنا، من سيتحدث باسم كوكب الأرض؟ ماذا سيقول وبأي لغة وكيف؟ ليس سهلاً التفكير في تقديمنا الأولي للكائنات الفضائية، والأكثر تعقيداً هو كيفية صياغة هذه الرسالة التي تتمكن هذه الكائنات من فهمها. سيكون الحديث عن شيء مفيد مع الحضارات الأخرى واحداً من أهم التحديات الفكرية والبشرية التي قد يواجهها الإنسان. سيكون من الصعب جدا كتابة رسالة يمكن للمخلوقات الفضائية فهمها، وقد يكون التواصل مستحيلا. من أجل التواصل مع حضارة أخرى والتمكن من فهمها جيدا، علينا أن نجد لغة يمكن لأي عالم منخرط في مشروع السيتي في أي مكان من المجرة أن يفهمها. هذا ما يسمى مشروع السيتي النشيط أو الماتي، أي مراسلة المخلوقات خارج الأرض. إذا تمكنا من صنع جهاز إرسال إذاعي في أي مكان من المجرة، يجب أن نعرف أن 2+2=4. إذن يمكن استخدام هذا النوع من المبادئ الرياضية الأساسية كقاعدة لغوية للتواصل مع الكائنات الفضائية. من حيث محتوى الرسالة، كيف يجب أن ترسل؟ عما يجب أن تتحدث؟ ماذا يمكننا أن نقول عن أنفسنا؟ وهل ستكون أنظمة الترميز فعالة؟ وكيف يمكننا تقديم برنامج تعليمي ليتمكنوا من معرفة المخطط؟ أقترح أن نستخدم الإنترنت. يمكننا أن نرسل الكثير من المعلومات التي يمكنكم الاطلاع عليها ومشاهدة الصور والفيديوهات والأصوات والنصوص، وسيتمكنون من فهمها. سيكون ذلك أشبه باللغة الهيروغليفية. أرسلت العديد من الرسائل إلى الفضاء على أمل الحصول على رد يوما ما. كانت أول رسالة مرفقة بالمسبار الفضائي بايونير 10 الذي أطلقته الناسا من قاعدة كيب كانافيرال، وذلك في 2 مارس من العام 72، وكانت ملصقة على المسبار صفيحة من الألمنيوم المؤكسدة المذهبة التي صممها عالما الفلك كارل ساغان وفرانك دريك، وكانت نوعا ما كرسالة في زجاجة معلقة في النجوم، وكانت عليها رسوم للكائنات البشرية أنثى وذكر مع صورة للمركبة الفضائية خلفهما لإظهار النسبة البشرية الظلية، وكان عنواننا في الكون كذلك مذكورا مع صورة لنظامنا الشمسي، وتم وضع صورة مماثلة على المسبار بايونير 11. كانت الرسالة التالية في العام 94 مصممة من قبل الدكتور فرانك دريك ومرسلة بواسطة التلسكوب اللاسلكي إريسيبو في بورتوريكو، وقد عرفت برسالة إريسيبو. كانت رسالة بسيطة جدا، استغرق إرسالها 3 دقائق، وكانت تتضمن لمحة عن علوم الرياضيات والحياة على الأرض. بدأت بوصف لنظامنا الترقيمي في رمز ثنائي مع أرقام من 1 إلى 10، ثم استخدمت هذه الأرقام لوصف العناصر الكيميائية التي تعتبر أساسية للحياة على الأرض. وعندما نتحدث عن هذه العناصر الكيميائية، يمكننا الحديث عن طريقة اندماجها في جزيئات، بما في ذلك الحمض النووي، أي جوهر المادة الوراثية هنا على الأرض. وقدمت رسالة أريسيبو أيضا وصفا لنظامنا الشمسي ولسكان الأرض، وحتى رسما تخطيطيا للتلسكوب الذي استخدم لإرسال الرسالة. شهد العام 77 إطلاق رسالة أصوات الأرض، وهي الأكثر تفصيلاً وشمولاً حتى الآن. كانت مسجلة على أسطوانات ذهبية وموضوعة على المركبة الفضائية فواياجر، إلى جانب التحيات المرسلة ب55 لغة، وضع جزءاً للأصوات التي تصدرها الأرض مثل أصوات البراكين، البرق، والرياح، والضحك. ورسالة باللغة اللاتينية تقول: عبر المشقات إلى النجوم بواسطة شفرة مورس. وشملت أيضا مختارات موسيقية من مختلف الثقافات، كحفل براندنبورغ الثاني لباخ، سحر الناي لموزارات، بلوز الكآبة للويس أرمسترونغ، والسيمفونية الخامسة لبيتهوفن.
فضلا عن موسيقى تقليدية من مختلف البلدان. بالإضافة إلى التسجيل الصوتي أرسلت 116 صورة تظهر الحياة على الأرض والمجتمع البشري، تعريف في الرياضات وبنية الحمض النووي ورسما تخطيطيا للتلقيح والولادة، وكمانا مع ملاحظات موسيقية وغيرها. هل سيتلقى أحد هذه الرسائل؟ هل سنحصل على رد؟ ولكن قبل كل شيء، كيف سيكون شكل أولئك الذين سيتلقون الرسالة؟ أعتقد أنه من أفضل الأشياء في العثور على خلق جديد وعلى حياة ليست متصلة بنا في مكان آخر هو أنه قد يكون بداية فهمنا لاختلاف الأحياء. نحن لا نعرف حتى الآن إن كانوا يمتلكون كيمياء حيوية مماثلة، ولكننا نعيش أشكال حياة قائمة على الكربون، والكربون الموجود في جميع أنحاء الكون جيد للاندماج مع الذرات الأخرى، ومن ثم خلق كيمياء معقدة كما هو حالنا، ولذلك قد تكون حياتهم أيضا قائمة على الكربون. نجد صعوبة في معرفة ما إذا كانت هناك أشكال حياة أخرى، ونعمل على ذلك من أسفل إلى أعلى في علم الأحياء التركيبي لبناء حياة بطرق أخرى. لكن أعتقد أن الحياة في مكان آخر ستكون تطورت لتكون مناسبة مع بيئتها. إذا كانت البيئات مماثلة لبيئتنا، قد يكون هناك الكثير من التشابه. وإذا كانت البيئات مختلفة جداً عن البيئة التي نتمتع بها هنا على هذا الكوكب، فأعتقد أنه لا يمكن تصورها. أحب أن أكتشف ما لا يمكننا تخيله. في الحقيقة وبحسب تخيلاتنا، فإن نوع الكائنات التي سنتواصل معه قد لا يكون من الكائنات البيولوجية على الإطلاق. على الأرض نتوقع أن تصبح أجهزة الكمبيوتر متقدمة بما يكفي لتستحق كلمة ذكية. في القرن المقبل، إذا تواصلنا مع حضارة متقدمة عنا بآلاف أو ملايين السنين، فإن ذكائها قد يكون ذكاء اصطناعيا. قد تكون هذه النماذج الافتراضية للحياة قد تخلت عن أجسادها البيولوجية منذ وقت طويل لإنشاء جهاز كمبيوتر. ربما لديها القدرة على صنع كمبيوتر كمي مع قوة حوسبة غير عادية، وجهاز فائق الذكاء بالقدرة نفسها التي يتمتع بها الكمبيوتر التقليدي ويحتل العالم بأسره. لذا قد يكون فقدوا وعيهم بذواتهم حتى هيمنت عليهم شبكة رقمية عالمية للعقول، أي حالة وعي جماعية كبيرة. ولكن فيما يخص شكلهم، فلا أحد يمكنه أن يتصور ذلك. ربما بعد 100 سنة سنتمكن من تطوير آلة تفكير هنا على الأرض. وأعتقد أننا إذا تلقينا إشارة من أي مكان، فلن تكون من مصدر كائن بشري، وإنما ستكون من آلة. إن البحث عن الكائنات خارج الأرض لا يختلف كثيراً عن البحث عن مستقبلنا، ولكننا لا نعرف أبداً في هذه المسألة ما الذي جعل بعض العلماء يعبرون عن شكوكهم ويعلنون وجودنا للكائنات الفضائية، على الأقل قبل أن نعرف نواياهم اتجاهنا. موضوع السيتي النشيط مثير للجدل، وقد حذر ستيفن هوكينج من التراسل مع الفضاء الخارجي عندما أعرب في العام 2010 عن قلقه من أن تغزو المخلوقات الفضائية الأرض لتستولي على كوكبنا وتنهب مواردنا النادرة. في الحقيقة هوكينج عبقري، ولكن لا يمكنه التنبؤ بالمستقبل، ولا يمكنه أن يكون قد قال بأن الكواكب المشابهة للأرض منتشرة في كل مكان. ولكن حتى وإن كان هناك خطر علينا، وحتى إن كان بإمكان حضارة أخرى المجيء إلى الأرض، فإنه قد فات الأوان على إخفاء وجودنا. أي حضارة قادرة على السفر بين النجوم يمكنها أن تلتقط إشارات راديوهاتنا وتلفزيوناتنا التي تسبح في الفضاء، وليس هناك أي خطر إضافي من إرسال الإشارات من قبل برنامج السيتي النشيط. على أي حال، وفي ضوء البيانات التي نعرفها، من الممكن أن يحصل الاتصال في وقت قصير، ومن الممكن أيضا أن تكون حضارة ما قد قرأت رسائلنا.
ومع ذلك كيف يعقل ألا نكون قد حصلنا على دليل بعد على وجود حضارات أخرى إن كانت فعلا موجودة؟ هذا ما يعرف بمفارقة فيرمي. كانت هذه فكرة عالم الفيزياء إنريكو فيرمي الذي اشتهر بعبارة أين هم؟ بما أن الكون مليء بالحياة فلماذا لم يأتوا إلى هنا على الإطلاق؟ صاغ عالم الفيزياء إنريكو فيرمي هذه المفارقة عندما كان يعمل على مشروع مانهاتن الذي يهدف إلى تطوير القنبلة الذرية الأمريكية. كان جواب فيرمي على هذه المفارقة أن كل حضارة متقدمة تقوم باستعمال التكنولوجيا بتطوير القدرة على إبادة نفسها، كما كان يعتقد أنه الحال آنذاك. إن حقيقة عدم العثور على كائنات خارج الأرض حتى الآن أوحت له بنهاية مأساوية للإنسانية. غير أن مفارقة فيرمي تحمل عدة حلول محتملة. هم موجودون ولكنهم لا يتواصلون معنا. هم موجودون ويتواصلون معنا ولكن لا يمكننا سماعهم. هم موجودون وكانوا هنا ولكن نحن لم نكن موجودين. هم موجودون ولكن معظم الناس لا يعرفون بذلك حتى الآن. اختفوا. ربما هذه الحضارات دمرت ذاتها نتيجة لحرب نووية أو لبعض الأسباب الأخرى، ولكننا وجدنا حلولا إضافية لهذه المفارقة. هناك الكثير من الإجابات على مفارقة فيرمي، واحدة منها هي صعوبة السفر بين النجوم، فبالإضافة إلى أنها تستغرق فترة طويلة من الوقت فهي أيضا تتطلب جهدا كبيرا والتزاما كبيرا، وكل المعلومات التي نود اكتسابها يمكننا الحصول عليها بطريقة أوفر، وهي ببساطة من خلال إرسال الإشارات اللاسلكية. ومن الحلول الأخرى لهذه المفارقة أننا قد نكون غير مهمين بالنسبة لهم في حال كان بإمكان حضارات أخرى القدوم إلى كوكب الأرض عبر النجوم، فإنها ستكون متطورة أكثر منا بآلاف وملايين المرات، وقد نكون غير مهمين بالنسبة لها. حضارات كهذه قد تنظر إلينا على أننا بدائيين، أو قد ترانا على أننا مجرد خلية نحل صغيرة. هل يهمنا أن نتواصل مع النحل؟ ربما هناك استعمار لا يمكننا أن نراه لأنه ليس قريبا أو لأنه غير واضح جدا. يمكن للمجرة أن تكون مليئة بمختلف أشكال الحياة الذكية، ولكننا بدائيون جدا ولذلك لم نتمكن من ملاحظتها. تفسير آخر لمفارقة فيرمي هو أننا قد نكون تلقينا هذه الإشارات ولكننا لم نميزها أو لم نلمسها، أو أننا لم نكن قادرين على فهمها أو على فك شفرتها. في هذه الحالة نكون قد تلقينا إشارات غريبة من الفضاء الخارجي، ويجري الآن التحقق من مصدرها، وقد طرحت أسئلة خطيرة أمام العلماء. جاءت الإشارة المكتشفة الأكثر شهرة في العام 1977، وكانت على التلسكوب اللاسلكي بيك إير في جامعة ولاية أوهايو. وخلال الاستماع للإشارات من حضارة أخرى، كانت هناك هذه الرسالة القوية التي توزعت على التردد وبدت تماما مثل الإشارة التي نريد الحصول عليها من المخلوقات الفضائية. خلال عمله على المناوبة الليلية في 15 من يوليو من العام 77، لاحظ الأستاذ في جامعة ولاية أوهايو والمتطوع في معهد ست جيري إهمان الكتابة الصوتية الغريبة للإشارة على جهاز كمبيوتر في قسم التزويد بالورق، ثم تأكد لاحقا بأنها كانت الإشارة الأقوى والأغرب المكتشفة حتى الآن بواسطة التلسكوب اللاسلكي. كانت مدة هذه الإشارة غير المعروفة الأصل 72 ثانية، ووصلت حدتها إلى 30 مرة أقوى من الإشارات التقليدية، وتبين أنها قادمة من كوكبة القوس. كانت مذهلة جدا لدرجة أن العامل الفني الذي كان ينظر إلى الطباعة في اليوم التالي كتب عبارة واو على الهامش، ومن هنا جاء اسمها إشارة الواو. حول الكمبيوتر الإشارات الواردة إلى سلسلة من الأحرف الأبجدية القمرية، وكانت النتيجة التسلسل التالي 6QUG5
الذي أغرق المجتمع العلمي الدولي في دائرة تساؤلات حتى اليوم. درس إهمان وفريقه الإشارة بكل تفاصيلها، وفي النهاية تمكنوا من استبعاد فكرة أن تكون هذه الإشارة قادمة من كوكب الأرض. وخلال الأشهر التالية حاول مشغلو التلسكوب تغيير موضع الإشارة، لكنهم لم ينجحوا. منذ ذلك الحين بحث علماء الفلك عدة مرات لعدة عقود في المكان نفسه من السماء ليروا إن كان بإمكانهم إيجاد إشارة الواو مجددا، ولكن لم تتكرر تلك التجربة أبدا. إذن مفتاح التقدم في مشروع السيتي هو أن نكون قادرين على إيجاد إشارة أخرى تشبه إشارة الواو، وكذلك علينا الآن أن نكون قادرين على إيجاد ليس إشارة واحدة إنما الكثير. لا يزال أصل هذه الإشارة حتى اليوم قيد التحقق. وفي مارس من العام 2003 التقطت إشارة SHGB0TOPLUS14A بواسطة الراديو من قبل مشروع ساتي في المنزل، وقد أثارت الكثير من النقاشات الهامة، وأعلن عنها في الأول من سبتمبر في العام 2004. منذ بداية مشروع ساتي في المنزل تم اكتشاف أكثر من 5 مليارات إشارة، ولكن بسبب جوانبها الرياضية أو قلة تكرارها في الوقت المناسب تم استبعادها. ومن بينها كلها كانت إشارة SHGB0TOPLUS14A الوحيدة من ضمن إشارات قليلة التي تأكدت مجدداً، والوحيدة التي حافظت على فرصة إحصائية عالية لتكون ذكية ومن خارج كوكب الأرض. ورصدت إشارة أخرى من قبل عالم الفلك الأسترالي والمتعاون مع معهد ساتي روجر باتل، الذي وجد إشارة غريبة قرب ما استطاعت وكالة الناسا بعد أعوام تأكيد أنه أول كوكب قابل للسكن، وهو غلايسل 581 الذي يبعد عنا 20 سنة ضوئية. على موقع الناسا الإلكتروني وفي القسم المخصص لصورة علم التنجيم لهذا اليوم وجدنا تفسيرا لهذه الإشارة. لا أحد يعرف بالتأكيد ما هو سبب هذه الإشارة. يوجد احتمال ضئيل لأن تكون ناشئة عن كائن ذكي خارج الأرض. تبقى الكثير من الإشارات غير العادية من الفضاء مجهولة. تشكل دراسة الإشارات الصادرة عن كائن ذكي فضائي مسألة حساسة تتطلب قدرا كبيرا من التحقق. أولا، إذا كنت تعتقد بأن لديك إشارة من كائن فضائي فعليك أن تتأكد وتتحقق من الصور وتعيد التحقق من البيانات، ثم إذا كنت متأكدا جدا من أنك وجدتها أخبر العالم بأكمله. على الرغم من التخمينات التي لا تحصى حول اتصال ممكن أو وجود أدلة مخفية، تشير الساتي إلى أنها لم تتلقى بعد أي إشارات مؤكدة. ولطالما أن الساتي معنية فلن تكون هناك أي معلومة مخفية. يتخيل الكثير من الناس في هذا البلد أن الحكومة الفيدرالية تغطي المشروع بأكمله، وهذا الأمر ليس صحيحا لأننا نتلقى إنذارات كاذبة. وما يحصل بالفعل هو أن وسائل الإعلام كالصحف والبرامج الإذاعية والتلفزيونية مهتمة جدا، وفي حال حصلنا على أي إشارة مهمة فسيعلمونكم بذلك. وفقا لبروتوكول الساتي، عندما يتأكدون من أول إشارة تدل على وجود الكائنات الفضائية الذكية سينشرون الأخبار حول العالم، وهو ما قد يحدث في فترة قريبة نظرا للتقدم التكنولوجي. أعلن سيث شوستك أمام لجنة العلوم في الكونغرس الأمريكي أنه في عقدين من الزمن سيكون لديه دليل على وجودها. أعتقد أن احتمالات إيجادها جيدة، وإذا حصل ذلك فسيكون في 20 عاما المقبلة، والأمر يعتمد على التمويل. هناك الكثير من التخمينات عن عدد المجتمعات في الخارج، وهذه التخمينات تتراوح بين 10,000 ومليون تخمين. إذا كان الجواب الصحيح بين هذه التخمينات فإذن يجب أن نجد شيئا في العقود القليلة المقبلة. هذا طبعا لا يشبه بناء الكاتدرائيات في العصور الوسطى، وإنما هذا الشيء سوف يحصل في جيل واحد في حال كان سيحصل. إذا كان علي أن أراهن على الفترة التي نحتاجها لإيجاد كائنات خارج الأرض فيمكنني أن أقول خلال 20 عاما، وذلك ببساطة بسبب أن التكنولوجيا دائما في تقدم، ونجاح الساتي يعتمد على القدرة الحاسوبية. ما الذي سيحدث حتى ذلك الحين؟ ما الذي سيحدث عندما نتلقى إشارة ونتأكد من أنها آتية من كائن فضائي؟ كيف سيؤثر ذلك على حياتنا وعلى أولوياتنا وعلى تصورنا للعالم وعلى هويتنا؟
هل البشر مستعدون لذلك؟ ما الذي سيحدث إذا وجدنا إشارة؟ إذا وجدنا دليلاً على أن الكائنات الفضائية موجودة، هل سيستمر الناس بالذهاب إلى العمل في اليوم التالي؟ أو إذا كانوا تلاميذاً، هل سيستمرون بالذهاب إلى المدرسة؟ ألن يكون هذا طلاق؟ ألن يكون هذا اضطراب؟ ألن يكون هناك تدافع في الشوارع؟ يجب أن نعرف شيئاً ما، وهو مهم جداً. أرضنا جميلة وجنسنا البشري جميل، لكننا لسنا وحدنا في هذا الكون. في يناير من العام 2010 عقد المجتمع الملكي مؤتمراً بعنوان الكشف عن حياة خارج كوكب الأرض وعواقبها على العلم والمجتمع. كانت مقدمة المؤتمر كالتالي: علماء الفلك قادرون الآن على الكشف عن كواكب يمكن العيش فيها، ويمكن لهذا الجيل أن يشهد قريباً اكتشاف حياة خارج الأرض. عندها سندرك أننا لسنا وحدنا في هذا الكون، وسيؤثر ذلك على طريقة فهم البشر لأنفسهم، ولذلك يجب أن نكون مستعدين للعواقب. على المدى الطويل، إذا استطعنا فهم الرسالة، سنكون بالتأكيد على منعطف تحويلي. تخيل مثلا أنك تعطي شخصا بدائيا مفتاح مكتبتك وتقول له يمكنك قراءة بعض هذه الكتب. في الواقع هذا سيغير كل شيء بالنسبة إليه، ولذلك معظم الأشخاص يرون أن هذه الفكرة مبالغ فيها. بما أن الجنس البشري قلق من أن يكون هذا الاكتشاف قريباً، بدأ بالتحضير لوضع إجراءات بروتوكولية، ليس لتمثيل بلد أو مجموعة من الناس، وإنما لتمثيل البشرية جمعاً. هناك بروتوكول يسمى الإعلان عن مبادئ تتعلق بالأنشطة التابعة للكشف عن كائنات فضائية، وهذا يوفر أدلة لما سنقوم به لاحقاً. المسألة الأساسية التي أثيرت في هذا البروتوكول هو أنه يجب أن تكون هناك مناقشة عالمية واسعة النطاق قبل الحصول على أي رد، لأننا إذا أردنا الحديث مع حضارة أخرى أو إذا أردنا إرسال جواب، فيجب أن يكون جواباً قائماً على مشاركة عالمية. لن يكون الرد موجهاً إلى معهد السيتي أو إلى أي منظمة أخرى، وإنما سيكون موجها لكوكب الأرض ويعود لكوكب الأرض برمته، ويجب أن يكون موزعا على نطاق واسع جدا. يتفق معظم العلماء على أن اكتشافا كهذا قد يغير الوضع الراهن ويحوله من نواح كثيرة. كيف سيكون تأثيره على مجتمعنا وعلومنا وتكنولوجياتنا وديانتنا؟ بالنسبة لي، اكتشاف حضارة أخرى هي طريقة للتواصل مع فهم أفضل لماهية الجنس البشري. ستكون هذه فرصة لنرى إن كانت طرق المعرفة التي طورناها على الأرض، مثل الرياضيات والعلوم ووسائل التعبير عن أنفسنا وموسيقانا وفنوننا، تتخطى حدود الأرض، أم أنها فقط خاصة بنا؟ على غرار اكتشافات كوبرنيكوس وداروين، سيكون هذا الاكتشاف واحدا من التحولات في تاريخ البشرية. مع ذلك، سيحتاج الناس إلى عقود لكي يعتادوا على فكرة أنهم ليسوا وحدهم في هذا الكون، ولكي يصبح المعنى الحقيقي لذلك مرسخا لديهم، كما حدث في علم الكونيات الشمسي المركز والتطور البيولوجي. من المرجح أن يحدث أول اتصال مع حضارة خارج الأرض عندما يكتشف نظام تلسكوب ألين رسالة تؤكد على الأقل وجود حياة لكائنات فضائية ذكية، أو عندما يعلن أحد الأشخاص المشاركين في مشروع السيتي في المنزل بأن حاسوبه فك بعض إشارات تلسكوب إيريسيبو. بعدها سيكون أول اتصال على شكل محادثة أحادية الاتجاه. قد نلتقط بعض الرسائل الذكية صدفة، ولكن قد نحتاج عقودا أو قرونا لنتمكن من الإجابة عليها نظرا للمسافات الشاسعة في الكون. اسمحوا لي بأن أخبركم عن أملي بشأن أثر الكشف عن تكنولوجيا المسافات. ما أتمناه هو أن نتمكن من إفهام الناس على هذا الكوكب بأن الطريقة الوحيدة التي حققت هذا الاتصال كانت بسبب حضارات تكنولوجية متوسطة
تعيش منذ فترة طويلة. نحن نعيش هنا كتكنولوجيا شابة ولا نعرف ما إذا كان ممكناً أن نتطور ونحصل على الحكمة الكافية من أجل إدارة شعوبنا ومن أجل رعاية كوكبنا وللمضي قدماً في مستقبل طويل. لكن إذا وجدنا حضارات أخرى يمكننا الإجابة عن هذه الأسئلة والحصول على برهان لهذه الحياة. سيكون ممكناً أن نتطور لأن أحداً آخر سيعلمنا كيف نقوم بذلك، وأتمنى أن يكون هذا دافعاً لنجد حلولاً للمشاكل التي نواجهها. نعلم أن هناك من سبقنا وخرج من عنق الزجاجة. أرجو أن يكون هذا دافعاً لنا لإيجاد إجابات لأنفسنا. اليوم نعرف أن أول اتصال قد يحدث قريباً جداً. ليس من السهل أن نعرف ماذا سيحدث في أول اتصال أو ما إن كان سينفع البشر أو يضرهم، ولكن الأكيد هو أنها ستكون نقطة تحول في حياة البشر.